طب دكتور علي، يعني السؤال ده مهم جدا، وكتير من الاشخاص اللي عملوا عمليه تكميم او تدبيس للمعده او الكلام، المسميات الكتيره قوي للعمليات دي ساعات بيقلقوا، وبالذات لما اتكلمنا عن زوايد جلديه خطر في دماغي. ما في بعض الحالات كتير من العمليات دي بعد فتره كبيره، مثلا بعد 5 6 سنين، بيحصل لهم موضوع الزوايد الجلديه دي. طب يا ترى الاشخاص دي تبتدي تقلق من العمليات دي؟ ويا ترى العمليات دي فعلا ممكن تؤدي في مشاكل للقولون، اورام القولون واورام مستقيم، ولا بصراحه؟ بصراحة احنا ضد السمنة، يعني هو السمنة المفرطة من احد المشاكل، والسمنة هي اللي ممكن تؤدي لأورام القولون والمستقيم. لكن عمليات تكميم المعدة او عمليات تحويل المسار، بكل امانة في المراجع الطبية كلها ما فيش اي علاقة للعمليات دي، او هي ليست مسببة لأورام القولون والمستقيم. لكن احنا بننصح دايما ان احنا قدر الامكان نظبط وزننا بممارسة الرياضة، ان احنا نعمل رجيم، ان احنا نظبط الاكل بتاعنا. ولو فشلنا في ده او كانت سمنة مفرطة، انا انصح بالجراحات بتاعة السمنة المفرطة.